ما هلا نور رح نروح لاولى فقراتنا، ويمكن بهذا الفصل تحديدا بتكثر كثير الاثار السلبيه سواء على البشره او حتى على الشعر، وكثير من الاسئله حول كيف ممكن الجفاف نتغاضى هذا الشفاف، شو ممكن نعمل، شو هي التركيبات. كثير سيدات تحاول تروح للخلطات المنزليه. اكيد سلمى، وكل صبيه او سيده دائما بتحس انه لازم تعتني بشعرها، بتلجا للمرطبات، للخلطات الطبيعيه. احيانا بتلاقي بين الصبايا بيدردشوا اخبار عن انه هي خلطه انا اشتغلتها، هي خلطه، في منتج جديد نازل على السوق ممكن يعمل حمايه للشعر. بس نحن ممكن يكون الحل بين ايدينا، خلطات طبيعيه من البيت، من بعض الزيوت الموجوده، نقدر نحافظ على رونق الشعر. يعني نحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا الكيميائيه براءة حدادي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يا اهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا، كل عام وانت بخير وانت بالف خير. بدايه عام جديده عليكي. خلينا نبلش اليوم، كثير في مشاكل بتبرز للبشره بالذات وللشعر ايضا بفصل الشتاء. خلينا نحكي بدايه ابرز هي المشاكل وبعدين نتفصل كيف ممكن يكون تمام. في عنا دواء لهذا الموضوع. صحيح، نحن مع بدايات فصل الشتاء اكيد كل الصبايا او كل السيدات بضل عندهم هوس انه نحن على هذا الطقس الجاف يلي بنكون فيه مع البرد والسقعه، الكل بيخاف انه شلون بده يكون منظر الشعر، خاصة مع تواجد الملابس الصوفية، تولد الشحنات الكهربائية يلي بتلاقي دائما منعاني منها بهي المشاكل. أول شيء موضوع الجفاف، نحن الحل الجذري له دائما باستخدام الزيوت الطبيعية. أنا ما بدي أروح على مواد كيميائية نشتريها من السوق وقد تكون جيدة وقد تكون إنه لا غير صالحة، فنحن دائما بنقول خلونا نقول من قصيره موجود عندي بالبيت، أو إذا احتجت إني اشتري مادة فعالة ومضمونة ما أخسر حقها وبالنتيجة تعطيني المردود يلي أنا بدي إياه الفعالية. مشاكل فصل الشتاء، النقطة الثانية اللي بتلاحظوها بتحسوا الشعر باهت، ما فيه هي اللمعة، ما في هي الحيوية، بتحسوه فاقد للصحة. كمان أحد أسبابها هي القساوة فصل الشتاء. هلا في ناس بتلاقيها بتروح إما بتغسل شعرها كثير أو بتقلك لا أنا ما بدي كثير أغسل شعري. بنقول نحن الاعتدال. الاعتدال يعني بحيث إنه مثلا سيدة ممكن 3 مرات بالأسبوع أو 2 مرات كافية لغسيل الشعر في فصل الشتاء، لكن مع الاهتمام فيه كيف اختيار الشامبو الصحيح، معرفة إمتى بدي أعمل حمام زيت، التجفيف الكهربائي. في ناس تغسل شعرها يومي، هذا بيأذي 100% تماما، لأنه الشعر هو لحاله بشكل يومي بيفرز الزيوت الطبيعيه يلي هي اللي بتدلك المسامات كلها، يعني من منبت الشعر الى الاخر. فنحن اذا بشكل يومي عرضناه للمي، المي قطبيه جدا، للمواد الكيميائيه، ونحن ما بعد الشامبو دائما نستخدم المرطبات، ممكن المجفف، ممكن الناس بتستخدم السيروم المصفف، هي كلها مواد كيميائيه عم نستخدمها بشكل يومي. لذلك لا، الحذر. معلومة كثير خاطئة نحن نغسل شعرنا صحيح. بشكل يومي، بالعكس موضوع ما عاد صحي، بالعكس صار الموضوع هو بيعطي مرض أكثر، لأنه أنا مثل ما بنقول بنساعد بتقصيف الشعر بشكل أكثر. طيب دكتورة، عفوا أستاذة براءة، خلينا نحكي اليوم عن أنواع الزيوت اللي هي ممكن تساعد بتخفيف جفاف الشعر والبشرة أيضا. تماما، اليوم نحن في عندي انواع من الزيوت فيني استخدمها للشعر، للبشره، لترطيب الشفاح. هي حلاوه كثير من الزيوت نحن موجوده ببيوتنا او فينا نحن نشتريها، نستخدمها 3 استخدامات. دائما نحن بنقول ليش الزيت؟ الزيت لما بنحطه على الشعر بيعطيه الرطوبه، بيعطيه اللمعان، بالاضافه الى انه مجموعه من الزيوت نحن يعني كبلد غني بالنباتات، عندي كثير مجموعه كبيره، نحن يعني استخراج الزيت بيتم بعمليه التقطير بالبخار، فانت بتطلع عندك الماده الفعاله بيور. لذلك انا بقول دائما الزيوت الموجوده ببلادنا هي اللي بستعين فيها، ومن بحاجه للزيوت اللي بتسمعوها بالانترنت بصراحه باهظه الثمن، مثل مثلا لما بيقولوا لك زيت الافوكادو. طيب
يعني عدا عن انه ايه في يعني له فوائد، لكن هو بصراحه غالي جدا. صحيح. وممكن انت تقولي اليوم اجمالا الزيوت كلها صايره غاليه. تماما تماما. فنحن يعني اذا بدنا نعطي بعض الامثله، معنا بعض يعني الزيوت العينات، خلينا نحكي عنها، الزيوت اللي ممكن نقدر نستخدمها وهي كميات قليله، ما بنحكي عن كميات كبيره، يعني انا فيني بكميه صغيره اقدر دلك فروة الرأس كلها لأعطي هي الفائدة. خلينا نحكي شو هي أنواع الزيوت. هلأ ما في بيت خلطة. تمام. ما في بيت بسوريا بيخلى من زيت الزيتون، هذا أول نقطة. لكل أنواع الشعر يستخدم ما عدا الشعر المصبوغ، يعني صبية عاملة شعر أحمر أو الألوان اللي بتشتق منه، بالإضافة إلى البلاتيني وغيره، نحن بنقول بعدي عن زيت الزيتون، بس في له بدائل لأنه بيغمق الشعر. تماماً 100% للأسف بيغير من لون الشعر. بيغير المصبوغ. لكن مثلاً في عندكم زيت اللوز الحلو اللي حضرتك شايفتي بين إيديكي، زيت البابونج وزيت الجوز الهند، هدول ثلاث زيوت أساسية لكل خلطة. ليش؟ زيت البابونج اذا بنحكي عنه هو عباره عن موسوعه طبيه، سواء لا هذا خليط. انا بس حبيت خبرك، زيت البابونج انا جايبه كل واحد لحال وبعدين عاملين هيك خلطه نحن فينا نخلطهم سوا ونحطه على الشعر. زيت البابونج اذا اخذناه للبابونج بشكل زيت او مثلا غليت بابونج واخذت المي تبعه نفس النتيجه. تمام. لكن هون الماده الفعاله اكيد بتكون اكثر، يعني نسبه المي اقل، اما بالغلي انت عم تاخذي الماده الفعاله بس مع مي كثير. فنسخ البابونج للعنايه بالشعر حتى الحفاظ على لون الاشقر 100%. تماما. هلا حلاوته فيه ماده الازولين، هي الماده الفعاله الموجوده فيه، هي الماده الشافيه خليني اقول للشعر وللبشره ولترطيب الشفاه. هذا اذا موجود عندي انا فيني استخدمه للشعر وبشره وترطيب شفاه. هذا لكل الناس 100%. تماما. بس للشعر يعني اضبط من الزيت. تماما. اول شيء فيني نحكي عنه اذا بدكم كرائحه جميله جدا، مطهر معقم، حتى في ناس بتستخدمه اذا بدك كمغلي، هو مضاد للاكتئاب وبيعطي حيويه ونشاط، عدا عن انه الامراض يلي بيداويه امراض المعده وغيرها خاصه بفصل الشتاء. فانا بعتبره صيدليه متنقله، وانا حدا من الناس ما بستغني عنه لا صيفا ولا شتاء. بين ايديك استاذه زيت جوز الهند، ريحه هذا الزيت رائعة. تماما رائحه شيء. ايه 100% تماما، بتحسي انه مثل قطعه شوكولا فعلا عم تاكليها. هو الزيت الوحيد يلي بتلاقوه بالشتاء اخذ شكل التصلب. تمام. نحن عندي حل بسيط، اما بحطه قدام منبه حراري او مي مغليه تماما او حمام مائي فينا نسميه. تماما. يعني بأقل من 5 دقائق ببلش يدوب، وأنا حاجتي منه معلقة صغيرة فقط لا غير. من الكل بعتقد نفس النتيجة. معلقة للشعر. تماما. هلأ هاي اللي حضرتك ماسكتي هو عبارة عن خليط. هذا بصراحة هذا فيه أكثر من 6 أنواع من الزيوت. شو هي؟ زيت الزيتون، زيت الخروع، بابونج، جوز الهند، اللوز الحلو، وأكليل الجبل. هدول الستة أنا حاططهم بعمل لهم هذا الخض أو بعمل زيت أكليل الجبل. شو فوائده؟ فوائده بتعرفي انه هو الزيت اللي يعتبر رقم واحد لمحاربة الصلع ومنع تساقط الشعر. مضادات الاكسدة اللي موجودة فيه عالية جدا، بالاضافة الى نسبة عالية من المعادن والفيتامينات. شوفي كل انواع الزيوت دون استثناء فيها نوعين من الفيتامينات المهمة جدا، فيتامين اي وفيتامين ا. طبعا مع خصوصية لكل نوع من الزيوت. مثلا اليوم انا بقول زيت الزيتون لازم احطه على شعري، لكن بخفف منه على البشره لانه هو يساعد على انبات الشعر. مع علما انه انا فيني اخذ نقطه صغيره لتدليك البشره كاملا، بس مو اكثر من هيك، لانه فيه ماده السيكولين مرممه للبشره. مع الليمون بس بخاف من كثير من السيدات يكون عندها حساسيه يعمل لها تهيج. مشكلة انه لو عصرت ليمون صغيره بيعطي نتيجه افضل. ايه بيعطي مثل توريد، بيعطيكي مثل تحفيز للكولاجين بالبشره. بس دائما اي شيء بدنا نحطه على بشرتنا ان كان زيتي بدنا عمليه تدليك كمان لمده ربع ساعه. ما ننسى نحن الحركات الدائريه للخدود، وفي حركات من اسفل الذقن تقريبا للاذنين، الجبهه بين العيون، نحن بنرفع باصابعنا لفوق وبعدين بحركات نصف دائريه. فنحن نحط ببالنا المساج دائما ان كان للبشره او للشعر. هلا الشعر بس بدي اقول الطريقه انه كل انواع الزيوت لازم ندفيها شوي، ندفيها مو لتغلي، نحن بس لحتى هي اللزوجه الموجوده بالزيوت تتكسر، تصير في سهوله بالتعامل معه.
بايدي انا يعني لازم احط على شعر نظيف يكون مسرح برؤوس الاصابع او مثل ما انكم شايفين انا حاطط طب بخاخه تمام على الجذور 100% على الجذور فقط مع التدليك لمده 10 دقائق للربع ساعه. ما في داعي كل الشعر، في ناس بتعبي الشعر كله زيت. حتى اذا بدك تحطي على اطراف الشعر ممكن نقط وانتم تدلكوها بعدين التسريح بالمشط بيستفيد. هلا انا بعرف انه بس اللي فروه الشعر هو اللي بيستفيد تمام منه. رح اقول لك شو بيعمل الزيت مع لما بنعمل حمام الزيت، بيعمل تغليف للشعره كامل. انت بتكوني اخذتيه بشكل مركز على المنبت تماما 100% وقايه بفصل الصيف من اشعه الشمس ووقايه بفصل الشتاء من هذا الجفاف يلي بيصير. بتحسي انه ما عاد عم بيقصف مثل اول، ما في هذا البهتان، بالعكس انت بتكوني حصلتي على شعر صحي حيوي فيه هي اللمعه اللي بتحبوها. النقطه الثانيه اذا مثلا بعد ما بنخلص نحن في عندي شامبو ممكن بلسم بعدين لما بدنا نعمل عملية التجفيف يلي بيحس انه في شحنات كهربائية ممكن بقماش قطن 100% بس يمرروه على الشعر بتروح هاي الشحنات الكهربائية كلها. بالشتاء نبعد قدر الامكان عن استخدام المشط البلاستيك او النايلون، فهذا الشيء بخفف من شحنات الكهربائية بالشعر، لكن ما فينا نقول للناس لا تلبسوا صوف او شيء، لكن برجع بقول مجرد ما حسينا فيها هي عباره عن قطعه قطن انا بس بمررها على الشعر بنعتبر انه اختفت الشحنات الكهربائيه. طيب خلينا نحكي هاي الزيوت ممكن نفسها نستخدمها مثل ما قلنا لترطيب الوجه والشفاه ولا تماماً. في اضافات اخرى لبعض الزيوت؟ الاضافات حسب كل سيده شو بتحب من ماسكات، يعني مثلا اليوم في ناس بتحب تحط شويه لبن الزبادي على بشرتها ممكن تضيف معه شويه زيوت. نقطة أو نقطتين بنشجع أكثر بزيت اللوز الحلو وزيت البابونج كثير حلوين للبشرة، لكن مثلا أنا زيت اللوز المر هذا المفروض ما نحطه على البشرة، اسمه المر، دائما بوقت العصارة بيطلع منه مواد سامة فنحن بنفضل إنه ما نستخدمه للبشرة. النقطة الثانية بدي أقول بس للشفاه، نحن بالشتاء دائما معرضين لنكسات صحية القريب وتوابعه، فبنحس دائما في تشقق بالشفاه صحيح. بسبب صعوب يعني قساوة الجو دائما تحسي في تماما قشور. ونحن في عنا عادة سيئة دائما الكل بحاول يرطب الشفاه عن طريق اللسان أو لعاب اللسان، هي مادة حمضية دائما وسط الفم حمضي، فدائما مع كل مره عم نعمل هذا الترطيب بلعاب اللسان نحن عم نزيد الحموضه فبتسبب تشققات اكثر 100%. هي احد الاسباب يلي يمكن كثار من الناس ما يكون عليها. عندهم تماما صحيح. او هي حركه لا اراديه. خلينا نقول الحل الامثل واحد نعمل قبل ما اعمل ترطيب للبشره بدي اعمل شيء بنسميه سكراب او تقشير بسيط جدا عن طريق السكر، باخذ معلقه سكر مع شويه فازلين او زيت. قدامكم حلين يا بتخلطوا. شو الزيت الافضل؟ زيت البابونج، في زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو. بيقولوا الفازلين بيغمق ولا لا؟ لا ابدا، يعني معلومه خاطئه جدا لانه انت ما عم بتدخليه، ما عم يتغلغل بالبشره لجوا او بالقدم لجوا. بعدين نحن لما عم نعمل التقشير بالحركات الدائريه للاصابع للشفه العلويه والسفليه ما عم تاخذ معنا 5 دقائق. بعدين انا عم بغسل، حتى انت لما بتعملي سكراب للشفاه بتلاقي بيطلع لحوالين الفم فمانه غلط ابدا، ما انا السكراب دائما بعمله لكل البشره فلو عملناه للشفاه وطلعت لبرا عادي كثير. بعدين نحن بدنا نغسل بالمي الدافئه بعدين بنروح للترطيب، الترطيب اما بفازلين، على فكره معظم الاقلام الحمراء هي منضف للزيوت زيوت صحيح. وفي منها انواع نحن منضف لفازلين زبده الكاكاو ممتاز 100% تماما. زبده الكاكاو متواجده كثير لكن بتختلف اسعارها من ماركه لماركه. طب هدول الزيوت اسعارهم يعني لما نحكي كيف بتكون مقبوله جداً. يعني هي الشخص كثير الناس بتسال عنه انه قديش في مراعاه مثلا لذوي الدخل المحدود، واغلبنا اصحاب ذوي الدخل المحدود ما في حدا مش اصحاب الدخل المحدود صحيح للاسف. رح اقول لك شغله، اليوم ممكن نوعين لانه البابونج غاليان هلا، يعني البابونج بيقول لك كورد مضبوط كنوع من الورد. رح اقول لك شغله،
اليوم انت عم تشتري هاي الماده بتشتريها مره بالسنه. يعني انا اذا بدي اعمل حمام زيت لشعري مره بالاسبوعين او مثلا مره بالشهر انت بتحتاجي معلقه. فانا باكد لك هي العلبه رح تضل عندك سنه كامله. انا رح اقول لك على من تجربتي الخاصه مع الزيوت، فما بالك مثلا اذا نحن كنا قادرين نشتري مثلا 5 انواع من الزيوت. وانا بقول لك بصراحه هدول الكافيين، يعني عم نحكي على زيت اللوز الحلو والبابونج، الجوز الهند، زيت الزيتون اوريدي، يعني معظم الاسر السوريه موجود عندها، بالاضافه لاكليل الجبل. انا حكيت على 5 انواع، فينا نخليهم 3 ممكن يكونوا 5، المزيج ما بده اكثر من هيك. ليش؟ لانه انا حكيت كامل الفيتامينات الموجوده فيه والمعادن تماما، مضادات الاكسده، بالاضافه الى الفوائد، اني انا عم باخذ الشعر الصحي اللمعان، بالاضافه انه انا عم بمنع التساقط بماده اكليل الجبل، عم عزز نمو الشعر، عم بعطيه المظهر الصحي اللي انا بدي اياه. فانا باكد لك هي الخلطه بتروح معنا سنه صيفا وشتاء. طيب خليني اسالك، كثير هلا عم نشوف اصناف تجاريه عم تتداول موضوع زيت الارغان، زيت الحيه، هدول الزيوت اللي هي عم تكون للشعر، قد ايه مدى مصداقيه انه فعلا ممكن يكون هذا الزيت موجود وحتى بهي الاسعار اللي عم يطرحوها؟ الاسعار اللي هي تعتبر يعني رخيصه بالنسبه لطريقه استخراج هي النوع من الزيوت، شو فوائدها؟ وهل من المفيد انه انا اجيب هيك شيء او لا، خليني على الزيوت النباتيه مضمونه اكثر؟ بنعرفها اللي بنعرفها، واثقين انه هي فعلا ممكن يكون هذا الزيت. صحيح 100%، حتى اليوم بتنزلي على البزوريات بصراحه يعني ما عندك ثقه. لا بقول لك عندي الخلطه المغربيه والخلطه الخليجيه، مع الاحترام للجميع، يعني مع الاحترام بصراحه هي هلا الاوريغان اوكي، انا بقول لك في نبات موجود ونحن عم تطلع منه هي الماده الفعاله بشكل زيت، لكن الاسعار اللي عم نعرف اللي عم نسمعها اللي هي اللي مانا طبيعيه. النقطه الثانيه بدك تعرفي من وين بدك تشتري، يعني انه مثلا عطارين نحن بنعرفهم بنوثق فيهم ممكن. هلا انا وحده من الناس انا ما جربته لاني ما عرفت مصدره من وين. النقطه الثانيه يعني في ناس كاتبين عليه انه مثلا صنع المغرب، ما انا متاكدين 100%، ما هي اللصاقة عم تنعمل بقلب البلد وعم تنحط، مع الاحترام للجميع يعني. بتعرفوا يعني بصراحة بقول لك انتم بتعرفوا هذا الشخص هو مصدر ثقة لكم، ايه ممكن، اما ما عندكم ما في مصدر ثقة لا. النقطة الثانية اليوم طريقة غش الزيوت ما في أكثر منها، يعني ممكن يجيب لك زيت بارافيني ما له لون، بحط له لون أخضر بيقول لك هذا زيت الجوجوبا أو إكليل الجبل، حتى قادر يقنعك إنه هو زيت الزيتون، لأنه أنا فيني أجيب نكهة أو رائحة زيت الزيتون وضح له إياها مع اللون تماما، ولا بينكشف الا عن طريق تحليل باحد الجهات الحكوميه مثلا وزاره التموين لحتى نتاكد انه هو زيت الزيتون، والتحليل ابدا ما رخيص، غالي جدا، ما حدا رح يعمله. يتم على فكره عن طريق جهاز خاص، هو جهاز الاتش بي ال سي اسمه الكروماتوغرافيا. انا عم احكيكي جد، حتى طريقه خلط الزيوت يعني اما بمخابر دوله تعرف انه هي مخلوطه، اما الانسان العادي ولا يمكن. فللاسف لا، خلينا على الشيء اللي بنعرفه من مصادر موثوقه وباسعار نوعا ما يعني قادرين نحن نتكيف معه، بيكون هو الافضل. طيب خلينا نرجع على ترطيب البشره، خلينا نحكي اهم النصائح لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، كيف فينا نرطب البشره وببعض هيك الطرق البسيطه والموجوده بالبيت. تمام. موضوع البشره رح لك للاسف هو عندي على عدة أنواع. اليوم اللي عنده بشرة دهنية شوية ندب ما فيني إلا يستخدم كل هدول الزيوت. صحيح. تمام. اللي عنده بشرة جافة أو مختلطة لا، منتجرأ ومنقول له حطه ما في مشكلة مرة بالنهار آخر النهار، يعني بعد ما منغسل البشرة ممكن نحط. هلأ اللي بدي أقوله، إما بعد ما نغسل البشرة بالغسول الخاص، كل سيدة لكم نصيحة، يا تستخدموا زيت مرطب أو كريم مرطب، الاثنين فوق بعض هذا ممنوع. نحط الكريم وفوق نقطة الزيت، أو بالعكس زيت بعدين كريم، مستحيل. الكريمات المرطبة جميعها تحوي على زيوت نباتية، وخاصة اليوم البراندات العالمية بتشوفوها مكتوبة بفيتامين إي فيتامين أ، زيت البابونج دائما دائما. فأنتوا أخذين أوريدي الزيت من الكريم المرطب، ما عندي كريم مرطب، أنا بأخذ نوع واحد من الزيوت وبدلك فيه كل البشرة، وهي نقطة واحدة بنحطها على قطنة وبنمسح فيها كامل البشرة. النقطة الثانية يعني حطوا ببالكم شغلة، خلط الكريمات هذا ممنوع.
دائما كل كريم له خصوصيته، له تركيبته الكيميائيه وله طريقه معالجه مختلفه عن الثاني. ممكن يكون كريم مغذي بفيتامين معين، ممكن كريم لا بس عم يعطيني الرطوبه، ممكن يكون كريم لكولاجين مثل اللي عم يطلع هلا وعم نشوفه نحن عم بيحارب الشيخوخه وغيرها. فمنحاول قدر الامكان الالتزام بس بنصائح انه ماده واحده فقط. اكيد بدنا نشكرك بالختام الكيميائية براء حداد على كل النصائح اللي حكينا عنها اليوم. شكرا كثير لك. شكرا لك وكل المعلومات اللي قدمتيها.